السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنجرب ترند العسل، ويلا بينا. أولا نجيب كاسة ونحط فيها العسل، ونجيب جارورة فاضية ونحط فيها العسل، بعدين نجيب غطا الجارورة ونقلبها، ونسكر الجارورة وبعد كده نقلبها زي ما انتوا شايفين كده. وهنا ضرب ضربتين اتنين عشان العسل ينزل لتحت، انا بساعدك شوية. بعد كده هيروح ويحطها في قلب الفريزر لمدة 15 دقيقة. بعد ال15 دقيقة ده شكلها بجد بجد تحفة. اللي مجربش ترند العسل فاتوا كتير جدا، طعمها خيال فوق ما تتصوروا بصراحة. اللي ولادها ما بيحبوش العسل تجرب الفكرة دي، حلوة جدا وطعمها مسكر وكمان كده باردة وجميلة. بس كده هو ده الفيديو كان بتاعنا النهاردة، أشوفكوا على خير بإذن الله. باي باي.